السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، اهلا بكم مرة تانية بعد ما شرحنا الدرس الاول من الوحدة التالتة في كتاب المعاصر وكمان حلينا تمارينها، واللي عايز يرجع ليه هسيب لك الشرح في صندوق الوصف تحت. تعالوا بقى نحل تدريبات الدرس الاول من كتاب الباهر، ودي هنلاقيها في صفحة 104. بس قبل ما نبتدي يلا، لو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك بسرعة، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. طبعا اول سؤال حبايبي هو سؤال listening وهو الاستماع. طبعا المفروض ان انا بسمع فقرة وبعد كده بشوف الكلام اللي هو مديهولي ده true or false، يا ترى صح ولا غلط. هنسمع مع بعض كده. بيقولي يوسف went to the shopping mall. He bought some striped pajamas. يبقى هنا لازم اركز، راح فين واشتري. نسمة went to the park. She took a spotted umbrella. She took a spotted umbrella. Amira went to school. She wore her striped uniform. طبعا شكل ما شفنا حبايبي ان الدرس ده بيكلم لي عن الملابس وشكل الملابس، هل هي spotted يعني منقطة ولا striped يعني مقلمة. طبعا تعالى بقى بيقول لي يوسف went to school، يعني بيقول لي ان يوسف راح المدرسة. طبعا هقوله false لان يوسف راح shopping mall. طب number two بيقول لي نسمة took a spotted umbrella، بيقول لي ان نسمة اخدت شمسية ها منقطة. هقوله true صح، هي راحت الحديقة وخدت شمسية منقطة. نمبر 3 أميرة wore her striped uniform، البنت أميرة اللي راحت المدرسة لبست الزي بتاعها المقلم، هتقولي true أيوة. نمبر 4 بقول أميرة went to the shopping mall، هي أميرة راحت الشوبينج مول، هتقولي لا طبعا ده اللي راح الشوبينج مول هو يوسف، هتقولي false. تعال نشوف حبايبي يلا السؤال التاني. بيقولوا why الفيوم excited and holiday. طبعا مام بتكلم ماجد بتقول له where are you going for a، يا ترى انت رايح فين في الاي، اكيد طبعا بتساله انت رايح فين في الاجازه، فهتقول له where are you going for holiday، يعني انت رايح فين في الاجازه. فماجد قال لها I'm going to، اكيد هو عايز مكان، فاكيد هكتب الفيوم. ولاحظ حبايبي انها لازم تبدأ بكابيتال لتر عشان ده اسم بلد، فهكتب الفيوم. طيب مام بتسأله بتقوله ايه ار يو جوينج ذير، قال لها تو دي حبايبي معناها لكي، تو سي ماي انكل حاتم، يعني عشان اشوف عمي حاتم. يبقى اكيد كانت بتسأله عن السبب، وانا بسأل عن السبب حبايبي بكلمة واي. طب تعال نشوف، مام بتقوله ار يو اي تو سي هيم، قال لها يس اي ام، اكيد طبعا هتقول له هل انت متحمس انك تشوفه، فهتقول له ار يو اكسايتد، ار يو اكسايتد يعني هل انت متحمس انك تشوفه، قال لها يس اي ام. تعالوا حبايبي يلا نشوف سؤال التوصيل. بيقول وي هافنت سين ذم، يعني احنا ما شفناهمش، هتقول لي فور ايجز، يعني احنا ما شفناهمش من مده طويله، ودي جاب النص في نص القراءه، فبالتالي واحد حصلها بدي. it will be يعني الجو سوف يكون، هتقول لي it will be sunny tomorrow، يعني الجو هيكون مشمس غدا. I will take my انا هاخد ايه، اكيد طبعا ما ينفعش اقول my hour، يعني ما ينفعش اجيب صفة ملكية وراها كمان صفة ملكية، فاذا هقول I will take my gold necklace، يعني انا هاخد العقد الذهبي بتاعي. number 4 بقول we need to pack، يعني احنا محتاجين نعبي ايه حبيبي، هتقول برافو عليك our suitcases for our holiday، يعني احنا محتاجين نعبي الشنط عشان الاجازة، يبقى number 4 حوصلها بيبي. تعالوا نشوف يلا في صفحة 105 سؤال الاختياري. بقول we need to pack our suitcases for our holiday، طبعا اكيد محتاجين نعبي الشنط نحزم الشنط. طب يا ترى يا مستر دي pack ولا back ولا bake، هتقولي لا pack، لكن back دي معناها ظهر وbake دي معناها يخبز. نمبر 2 بقول I can't eat to go to Alexandria and swim in the sea، في موضوع الريدنج كان بيقول انا مش قادر استنى، يبقى I can't wait بمعنى انتظر، لكن want to read وفيل يشعر. I'm so eager to see my uncle and cousins، طبعا كان بيقول انا متحمس، يعني ايه متحمس حبايبي؟ يعني يشعر بالحماس، فين يشعر؟ excited. طب نمبر 4 بيقول we're going to the beach، يعني احنا رايحين الشاطئ.
I need to pack my طالما رايحين الشط يبقى انا محتاج اعبي ايه؟ اكيد هعبي السويمنج شورتس، اكيد هعبي المايو، لكن البيجامز اكيد مش هاخدها الشاطئ ولا هاخد سويتر. طيب نمبر 5 بيقول when I play لما العب فوتبول كرة القدم I wear ايه؟ اكيد بلبس ايه؟ هتقول لي بلبس تيشيرت فانيلا طبعا، ولا هلبس سكارف كوفيه، ولا هلبس سويتر. نمبر 6 بيقول I'll take my ايه؟ it can be very cold طالما الجو هيبقى برد حبايبي، يا ترى هاخد التيشيرت ولا الكوت ولا نيكليس؟ هتقول لي لا يا مستر طالما برد باخد الكوت، بالطو معطف. نمبر 7 بيقول my mom wears يعني ماما بتلبس a gold ايه؟ ماما هتلبس ايه في دول ذهب؟ يا ترى اشارب ذهب ولا فستان ذهب ولا عقد ذهب؟ هتقول له يا مستر نيكليس يعني عقد ذهب. نمبر 8 بيقول I like my blue sweater يعني انا بحب السويتر الازرق بتاعي. That's my طالما بحبه يبقى هو اكيد المفضل، يبقى favorite. favorite حبايبي بمعنى مفضل. تعال حبايبي نشوف نمبر 9 بيقول I'll pack my pajamas احنا خدنا مقلم وخدنا منقط، طب المنقط اسمه ايه؟ spotted. طب المقلم striped، يبقى اذا ما هيش stripes ولا هي spots يبقى striped يعني مقلم. when it rains يعني لما الدنيا بتمطر I take my لما الدنيا بتمطر اكيد باخد ايه؟ هتقول I take my umbrella، باخد الشمسية بتاعتي عشان تحميني من المطرة. تعالوا نشوف حبايبي يلا سؤال الترتيب. excited I am see my two uncle يبقى اكيد هقول انا متحمس ان اشوف عمي. I'm excited يعني انا متحمس to see my uncle يعني انا متحمس حبايبي ان انا اشوف عمي. طيب have lovely they a pool اكيد هقول they، الفعل بتاعي have، الصفة حبايبي لازم تيجي الاول وحط قبلها a، بقول a lovely pool يعني هم عندهم حمام سباحة جميل. طيب number 3 need what do to I pack طبعا اكيد عايز اقول هو انا محتاج اعبي ايه، يبقى اذا هبدأ ب what، فعل المساعد بتاعي حبايبي do، فعل بتاعي I، طبعا need لازم يجي وراها to، يبقى what do I need to pack يعني انا محتاج اعبي ايه او احزم ايه. number 4 بقول answer is who to going visit طبعا انا عايز اقول هو آسر هيزور مين، يبقى هسأل بهو، فعل المساعد بتاعي is، طب فين الفاعل؟ هتقول لي آسر. طب اكمل بمين؟ هتقول لي going to عشان تكمل بمعنى سوف، يبقى هو is آسر going to visit يعني آسر هيزور مين تاني. هو is آسر going to visit. وبكده يبقى احنا خلصنا حل تمارين الدرس الاول بعد ما قلنا شرحناه من كتاب المعاصر. عايز ترجع للشرح ممكن ترجع، انا سايب لك الرابط في صندوق الوصف. Thank you very much for watching but don't forget like share subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو ما كنتش شاركت في القناة اشترك بسرعة، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك كل التنبيهات بالحلقات اللي جاية ان شاء الله. استنونا في الحلقة اللي جاية ان شاء الله واللي هنحل فيها تمرينات الدرس التاني بس بعد ما نشرحه من كتاب المعاصر وكمان نحل تمارين. Goodbye. السلام عليكم.